الآن وقد فهمنا كيفية عمل الخدمات، لنراجع كيف يحدد أندرويد أولوية تطبيقك. تنقسم أولوية التطبيق إلى ثلاثة أقسام عامة: حرجة وعالية ومنخفضة. في كل قسم ترتب أولويات التطبيقات في قائمة انتظار، بمراعاة أن التطبيق ذي الأولوية المنخفضة لمدة طويلة هو من يتم تنفيذه أولاً. البرامج الحرجة هي التي تكون نشطة، وهي تكون في المقدمة ويتفاعل معها المستخدمون، ويتضمن هذه الأنشطة في المقدمة، وتطبيقات تشغل خدمات في المقدمة. تتضمن التطبيقات ذات الأولوية المرتفعة أي أنشطة مرئية وأي تطبيق به خدمة التشغيل، في حين أنه أقل تأثيرا من إغلاق التطبيق في المقدمة بعد إنهاء الأنشطة المرئية أو إلغاء مهام الخدمات قيد التشغيل كالتحديثات في الخلفية، لا يزال ملحوظا للمستخدمين. لذا فإن النظام سينهيها في حالة الحاجة الحرجة للمورد، لكن البرامج في الخلفية هي الأدنى أولوية في أولوية التطبيقات. سوف يتم إنهاء أي تطبيق في الخلفية حسب الحاجة بترتيب الأخير رؤية هو الأول إنهاء. من أجل دعم البرامج ذات الأولوية الأعلى، أحب اعتبار هذا كثلاثة قوانين لإدارة موارد أندرويد. الأول، سيبقي أندرويد التطبيقات التي تتفاعل مع المستخدم تعمل بسلاسة. الثاني، سيبقي أندرويد التطبيقات ذات الأنشطة المرئية أو الخدمات قيد التشغيل طالما لم يتعارض ذلك مع القانون الأول. والثالث، سيبقي أندرويد التطبيقات في الخلفية قيد التشغيل ما لم يتعارض ذلك مع القانون الأول أو الثاني. لذا مع تذكر كل ذلك، انظر إلى هذه التطبيقات الأربعة. ما هو ترتيب الأولوية باعتقادك لكل من هذه التطبيقات وفقا للنظام؟